انا هضرت مع سعد وقلت ليه غتكون معنا الام ديالك في الحلقه، قلت ليه وانت دايز طلع علينا شوفنا واش حنا لاباس، ولكن كان عنده التزامات وطبعا راه خارج المغرب. ولهذا اليوم احتفالا باليوم العالمي للمراه حضرنا لك واحد المفاجاه. سعد المجرد صيفط لك واحد تحيه من خلال هذا الفيديو نشوفوه. حبيبي ونش. ممتي كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير؟ صحه؟ لاباس؟ توحشتك بزاف 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 بزاف. اللي بغيت نقول لك هو انا دائما فخور وكنحس براسي سبيسيال وكنفتخر كل نهار لانه انت ماما. الله يحفظك ليا والله يخليك ليا بالدعوات ديالك وبالرضا ديالك انا مازال غادي، وما كنتش غادي نوصل حتى شي حاجه بلا الحب ديالك وبلا الرضا ديالك عليا. الله يخليك ليا وكل عام وانت بالف خير يا ستي الكل، يا ستي الكل انت يا ستي الكل. براشيد ثانك يو سو ماتش بيس. شكرا سعد، شكرا سعد، شكرا ولدي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، احسن حاجه هي تدير رضا ديال الوالدين في هذه الليله هذه. مزيان لالا مزيان. وانا عرفت بان سعد مرضي الحمد لله فعلا مرضي. اللي زاد بين لي هذه القضيه هو شفت واحد الفيديو ديالو في واحد البرنامج على احدى القنوات المصريه واللي كنتي حاضره فيه ايضا. سولوه قالوا ليه سعد الزوجه ديالك المستقبليه زعما الشروط ديالك، قال لهم خص تكون الام ديالي قابله عليها عاجبها، الا ما كانتش عاجبها ما ناخذهاش. لا ماشي قضيه هذا، انا عقلت على البرنامج وعلى هذا ماشي لا ما عجبانيش، لا انا غير تكون فيها هذه المواصفات انها تكون بنت الناس بنت عائله تقدروا تقدر مسؤول تقدر الميدان اللي هو فيه تحترموا كيف يعني كيف حنا شفنا والدينا كي دايرين مع 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 شفت امي كي دايره مع با وبا مع امي كذلك، وهو عاوتاني كيحل العين وشافنا انا والسي البشير كيفاش دايرين. تانا كنبغي هكا يعني ما تعذبوش حياته، يعني تكون كالبلسم. هذا الشيء اللي كاين. لا نزهة، هضرنا على المواصفات. انا بغيت نوريك واحد الطابلو هو هذا فيه مجموعه من المواصفات ديال زوجة ديال المستقبل. من هذه المواصفات هادو شنو اللي غتخلي وشنو اللي غتحيدي؟ هذاك الفوقاني ضرب على القاوريه بعدا. قاوريه هذوك الفوقانيين حادقة وقارية خليهم زوين ولاني غادي تخاصمني مع الطويلة والقصيرة. علاش اخويا؟ وكذلك مع السمراء والبيضة مفشلة ضرب عليها. خدامة ربت بيت شنو نخلي؟ ما هادو تا ربات بيت راه هي خدامه، راه بجوج خدامين. لا زعما شكون واش تبغيها تكون خدامه حتى هي خدامه ولا جالسه في الدار؟ ايوا الا كان راجلها يعني قايم ليها بكل شيء علاش غادي تخرج تخدم وتعذب؟ ها هي فنانه تبغيها تكون فنانه ولا تكون ولا ما تكونش من الوسط الفني؟ تكون فنانه صافي وخليها بين قوسين، ربما تكون صافي. فنانه في شي مجال اخر. ها دونك حادقه قاريه طويله قصيره. لا حادقه وقاريه دونك الا جمعنا هادو غتعطينا مربعه القد. مربعه القد روز بيت فوالا اللي في هذه المواصفات اسعد ان شاء الله. بغينا نتقربوا اكثر من الفنانه نزهر الكراكي. نزهر الكراكي حياتها العاديه كيفاش دايره؟ حادقه عزليها شغل الدار، عزليها انها تكون في دارها تستقبل الناس طيب تدخل الكوزينه. عزيز عليا هذا الشيء كله اللي قلتي.
عزيز عليا نستقبل الناس، عزيز عليا الحادقه، راني حادقه، انما نعاون المساعده ديالي، ماشي انا كلشي نديرو. كنبغي نشوف، كنبغي حتى الاخر كنشوف الركينات، عزيز عليا نشوف الركانياش فيهم. الكوزينه كانت مره كندخل مره ما كندخلش، والطبخ حتى هو كانت مره مره كنطيب مره ما كنطيبش. شنو الشهيوات اللي كطيب مزيان لاله نتا؟ ايوا ماشي القلب، ما كنطيبش القلب وما كناكلش المخ يعني هادو. شنو الشهيوه ديالك المفضله؟ ايوا الطبخ المغربي كله مفضل عندي، وديال البلدي كل ما هو لما كنحتاج لشي حاجه رميه ولا كنتشاوى راه كاين كيعرض عليا الريستو ولا هادشي اللي كاين. انا بغيت نعطيك بعض الامثال المغربيه اللي تقالت على المراه، وبغيت نعرف منك واش متفقه ولا ما متفقاش. نقول لك المثل المغربي وانت قول لي واش متفقه. تيقول لك شاورها وما ديرش بريها. مالا حمقى كي تيجيك هذا المثل؟ لا بالعكس والله، الا المراه الا كانت مراه على حقها وطريقها يعني كتكون اهل المشوره. يعني ما متفقاش؟ لا ما متفقاش. تيقول لك قلب البرمه على فمها تطلع البنت لامها، متفقه ولا ما متفقاش؟ هذه كاينه، ولكن تكون ايجابيه ماشي سلبيه. شي تكون شي مراه شي شعواده ولا شي تخربيق ولا هذا وتطلع البنت بحالها، لا لا، يعني تكون ديك تقلب تكون كتشبه لها، تكون ايجابي. تكون البرمه مزيانه. البرمه مزيانه مرميطه معتبره. تيقول لك ديرها في الرجال ونساها، وديرها في النساء وترجاها. هادشي كان قديم. ما بقاش؟ لا، وحتى الشعواده ما بقاتش عندنا، لان هادشي من فيامات ملي كان داك الشيء جايز ديال الشعواده وكذا كان يمكن. تيقول لك ما نعجن ما ندير خميره، يجي حبيبي ويجيب كميره. لا بلاش، الكميره يديها القنت اخر. ياك الحداقه مهمه عند المراه، ياك ضروريه. تيقول المثل اللي ما ولد بنات ما عرفوا باش مات. فعلا هذه كاينه وي. متفقه مع هذا المثل هذا؟ متفقه معاه زوين. مع العلم ان الوليدات دابا والولاد يعني كاينين اللي حن من البنات، ولكن هذا المثل كينطبق على الله يستر الام اللي كتكون على فراش الموت وكيخسر اللي يبدل لها اللي قادها اللي صاوب لها، هذا هو اللي كاين. ما دابا بالنسبه للحنان والعطف كيف خذ بنت عمك تصبر على همك. واش دانا ليها؟ شتي لها بنت عمك كاع على الصبر؟ الراجل خصو يدخل يرتاح ولا يدخل يصبر على الهم؟ ياك لا ما يمكنش. متفقه مع انت مع القضيه ديال الزواج من العائله؟ انت مع ولا ضد الفكره؟ انا ضد. ضد؟ ضد لا. لا، لان جوج تزوجوا صغار وكيخصموا الكبار. ياك لا لا كيكون شنآن. يمكن كانت شحال هذه كتكون، ولكن دابا لا. كيلاحظ الجمهور لاله نزهه من خلال المسلسلات ديالك، من خلال اعمالك، من خلال الادوار اللي كتقمصي، ان عندك شخصيه صعيبه شي شويه، وكتبان ان شخصيتك قويه، وبعض المرات كيبان ان الشخصيه متسلطه. يعني الله واش نزهه الركراكي في الحياه العاديه ديالها كاين شي شباب في الشخصيات اللي كتقدم؟ ابدا نهائيا والله لا غير انا كنبغي كل حق حقه كوريكت يعني مع كل شيء، يعني ما عزيزش عليا ذاك بعد ما كنجاملش، ما عنديش المجامله، ما عنديش ديك النفاق. اللي بغيتو راه بغيتو، اللي ما بغيتوش لا بغيتو، كنصارح يعني عندي الصراحه. وكتبان هاد الشخصيه ما انا اضعف من الضعف، ودموعي دغيا قريبين دموعي دغيا كنبكي. كان يعني اللي لقيته فرحان كنفرح معاه، اللي لقيته كيبكي كنبكي معاه، مع كل شيء، مع الطبقات كلهم. ولكن الشاهد ديال جبدك شنو هي؟ الشاهد ديال جبدك واخا لا جبدني والله الا كان سامح ليه قسما بالله. ولكن راك ما كتدوزيهاش ليه؟ واخا يجبدني، لان دابا نظرا للفنان كيكون يعني معرض للانظار.
كما دار، واخا يكون هذاك اللي جبدك وهذاك اللي تعدى عليك كيشوفوا الناس رد الفعل ديالك انت. انت اللي غادي يحاسبوك، يعني كتحاول تسامح في حقك، لا في الطريق ولا في ولا شي ولا ما تتاواش كاع. ما عندكش الحق حتى في المتاويه، خصك تبقى في ذاك الكبير. ملي كتكوني في السوق ما كتخرجيش تاوي؟ لا والله العظيم قليل قليل. شي حاجه الا كنت شي حد مداصره معاه هكا من الناس اللي موالفه ديما معاه. دابا تقدري تمشي تشري الثوب مثلا كيدير 1000 درهم يقول لك 2000 درهم تعطيه؟ ما كاينش. لا 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 ابدا، ماشي لهذ الدرجه. لا هذه سذاجه كتسمى. لا لا ماشي لهذ الدرجه. لا نزهه. انت قلتي لنا انك كنت معك مسامحه، ولكن واحد الكاميرا الخفيه كانوا داروها لك في القناه الثانيه في شمتيلا، قلتي هذاك السيد هذاك كان غيا كل العصا ذاك النهار وخرجتي فيه طول العرض ياك. غادي نشوفوا مقطع من هذه الكاميرا الخفيه مع ليلى نزهر الكراكي ونتلاقاو. قام فريق الكاميرا الخفيه بطرق باب منزل الفنانه الكبيره والمقتدره نزهر الكراكي، كيتهموا هي والزوج ديالها باللي قاموا بشراء اثاث منزلي وما خلصوش لهم الفاتوره مع انهم توصلوا بالسلعه. شاهدوا جميع هذا الموقف الغريب. دابا حنا غادي نحطوا الباطي على لالا نزهه ونجيو لعندها. السلام عليكم. اسيدي ما لالا شا انت هو لالا، الله يهديك بارك. دابا انت هو اللي وليتي لالا. حتى الراجل معاه من نهضره هو ما كاينش. وسيدي حتى الراجل اللي كاين بغاش نهضروا معاه هو ما كاينش. دابا نهضروا معاه. لان المراه عقلها صغير، راه ما راه معروفه. حنا درنا معاه كاع الناس ديك السنه. نصبكو كان انا دابا كاع لا مديت فيك يدي. مرا شرا ما تدي ما تصور مني لا حق ولا بطل. مرا شنو مالو فيه شي ضربه؟ راه ضرباته مرا صافي. كون كان الراجل غادي يتفاهم معاك. ولا اني انا راه دابا اللي درت فيك راه تمشي على عينيك دبابا وبعد من اليوم. طبعا حنا كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه، كاين مجموعه من النساء اللي عطاو كثير لهذا المغرب هذا واللي ساهموا بشكل كبير في انهم يخليوا بصمه مزيانه في هذه البلاد هذه. وهنا كنبغي ندير ان كود كور للنساء اللي رحلوا لدار البقاء واللي عطاو كثير لهذا المغرب، ونبغي نذكر هنا الاسم ديال السيده زليخة الناصري. طبعا اول امراه مستشاره ديال صاحب الجلاله اللي عطات كثير لهذا المغرب سواء في المجال الاجتماعي السياسي، وايضا واحد السيده اللي حتى هي غادرتنا لدار البقاء اللي هي المصوره المراسله الصحفيه ليلى علوي، وايضا من السيدات اللي افتقدتهم الساحه الاعلاميه هذا الاسبوع الصحفيه والاعلاميه المقتدره ملكه ملاك الله يرحمها اللي عطات شيء كثير للمشهد الاعلامي في المغرب. وكنبغي في هذا النهار هذا نغتنم الفرصه باش نحيي واحد الفنانه اللي دازت معنا في البرنامج، الممثله منال الصديقي اللي جات عندنا البرنامج وصرحت انها كتعالج من سرطان، والحمد لله من بعد الحلقه اتصلت بها مؤسسه لاله سلمى لعلاج ومحاربه داء السرطان وتكلفوا بها، والفضل كيرجع طبعا لصاحبه السمو الملكي الاميره الجليله لاله سلمى. اللي كتقوم دائما بمجهودات كبيره في المجال الاجتماعي والخيري، وما نساوش طبعا دورها الكبير في تحسين وضع وصوره المراه المغربيه. حقيقه الاميره الجليله لاله سلمى لعبت دور كبير وساهمت في الماع صوره المراه المغربيه في العالم. ووقفت بجنبها وكان عندها يعني عدة جمعيات عدة مساهمات ونساء اللي وجمعية لالا سلمى لدار السرطان، يعني بزاف ديال العيالات اللي كانوا كيعانيوا من هذا المرض الحمد لله دابا تشافوا. أنا السنة الفارطة عرضوا عليا الجمعية لواحد الحفل كان عندهم، ولقيت عيالات تما اللي كانوا سنين في كيتعالجوا والحمد لله براو باقيين كيجيو للجمعيه نظرا لان والفوا داك الناس اللي تما والاطور اللي تما، وهذا كله مشكوره عليه الله يخليها لنا. ما بغيتش تفوتني الفرصه اليوم باش نوجه تحيه
تحية إجلال وتقدير لواحد النساء مناضلات اللي ما كنتحدثوش عليهم بزاف، وهذه الفرصة في هذا اليوم هذا نبغي نوجه تحية كبيرة للنساء القرويات، تصفيقة حارة عليهم لأنهم فعلا نساء مغربيات مناضلات كي يعني كيكافحوا رغم قساوات الظروف، لان طبعا كاين مجموعه من النساء اللي كتعاني في مناطق نائيه وكيكون الظروف ديالهم صعبه، وكنشوفوا انهم يعني كتقدر كتخدم في البيت ديالها كتربي وكتعي الاسره ديالها، وايضا كتخدم خارج البيت. كنشوفوا بزاف ديال الصور ديال النساء كيهزوا الحطب فوق كتافهم كيمشيو يجيبوا القوت ديال اليوم ديال الصباح. الخمسه ديال الصباح كنهني انا كنهني وكنوقف وقفه اجلال وتقدير للمراه القرويه، لان ما كانت وستظل وما زالت وستظل المراه اللي كتنوض في قساوه البرد، كتنوض في الخمسه ديال الصباح تجيب الحطب تعجن طيب تلبس الوليدات الا كانوا غيمشيو للمدرسه او لا توصلهم هي رغم المسافه، محرومه من متاع الدنيا، محرومه منه. ما كاين بعض القرار اللي ما فيها لا تلفزيون، ما وصلاش كاع الضو، ما وصلاش كاع يعني تسقي الماء. هذه مراه يعني اللي كنا خصنا نحترموها وكنحبوها من قلبنا، وما بالاسف ما كنوصلوا ليهمش، وقليل فن كنوصلوا ليهم. يعني نتمنوا ان ان شاء الله تعطاهم حقهم وتكون التفاته كبيره ليهم ان شاء الله. يا ريت يا ريت يعني نعطيك بعض المقاطع تسمعيهم وتقولي لمن تبغي تقوليهم. المقطع الاول. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. غادي نقولها لملكنا محمد السادس نصره الله. لمن تقولي وانت دايم طلال علينا، وانت دايم طلال علينا، وانت دايم طلال علينا، شفنا واشنا لاباس وطلال علينا. هذه تقال كاع شي واحد عزيز عليك وغبر عليك تقول له هذه الكلمه. يعني هذه الاين يعني عائله ولا صديق ولا هذا اللي تقال. شكون اللي غبر عليك وتقول له انت دايم طلال علينا؟ علي يمكن لي نقول له انت دايم طلال علينا. لمن تقولي سلينا انا وانت سلينا سلينا، هي اللي خسرات الهضره وبس الله يهنينا ويهنيك سلينا صافي حبس صافي. لمن تقولي شي واحد الا دار لي الفتن حدايا يعني باغي شي حاجه وداير لي الفتن، درت لي الطياره انا. تحيه كبيره للاسماء المنور، تحيه لها. لمن تقولي وانا معاك كل يوم نعيش عيش مرتاح وفرحان وانت حدايا. نقولها لاسرتي الصغيره ملي كنكون مجموعه معاهم تختا تغنى هذه الاغنيه. واخا لما تقولي انت باغيه واحد يكون دمه بارد ساكت فينا جامد غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشره ما يعاودش الهضره يكون راجل ما هذه ما عندناش كاع في المغرب، لان الراجل يبقى ديما راجل وكلمته هي اللي كاينه في يعني في
في المعقول، ماشي انت ماشي شي وحده اللي هي تحكم في الراجل، ما كنبغيهاش حتى انا. ما تبغيش المراه تحكم في الراجل؟ لا لا لا، يعني اللي كتقول ماشي حكام، تكون هضره ديال اللي دايزه، اما نحكم فيه دير هذه لا ما ديرهاش هذه ما تعجبنيش، يعني الرجوله ديالو كتمشي. لاله نزهه، انا عندنا في الصفحه الرسميه ديالنا في الفيسبوك الجمهور كيبغي دائما يتواصل مع الضيف من خلال بعض الاسئله اللي كيطرحها، والضيف خصو يجاوب عليها. غادي نطرح لك بعض الاسئله اللي طرحوها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، وبغيناك تواصلي معهم وتجاوبيهم. هاجر بغات تسولك، قالت لك شي اشاعات كيقولوا ان سعد غادي يتزوج مريم سعيد، واش بالصح؟ ولا بغى يتزوج شي واحد وحده من الوسط الفني، واش تقبل؟ هذيك حياته ما يمكنليش ندخل فيها، اللي بغى ما ياخذها، راه اللي بغاها ولدي غادي نبغيها حتى انا، ما كاين حتى مشكل. سعاد طاهر سولاتك قالت لك تبارك الله عليها، وبغيتك تقول لها رشيد راها زيانت، واش دارت التجميل؟ انا غادي نتسنى الاجابه، وراها من احسن الفنانات. هذه اللي باقي ما درتها، هادشي اللي باقي ما درتش التجميل. واش ممكن نزار كراكي تفكر واحد النهار في هذا التجميل؟ لا، ماشي التجميل التجميل يعني بكل معنى الكلمه، يعني كاين وسائل دابا بلا العمليات، كاين وسائل اللي غير كتخلي داك النظره زوينه زوينه، لان الفنان يعني كيدخل للناس في التلفزيون، كيخصو يبقى محافظ على اناقته وعلى وجهه والبشره ديالو، يهتم بالبشره اكثر، يعني ماشي ضروري العمليه، لان كل سن وعنده الحلاوه ديالو وعنده الادوار ديالو وعنده النكهه ديالو وعنده الاحترام ديالو. غادي نطرح عليك بعض القضايا اللي كتهم المجتمع المغربي، وبغيتك تجاوبيني مع ولا ضد الممثلات اللي كيقدموا ادوار الجرأة في السينما المغربيه، مع ولا ضد؟ ضد. العصمه في يد المراه، مع ولا ضد؟ ضد. المراه تحكم الراجل؟ ضد. الراجل يمنع المراه من الخدمه؟ ضد. الراجل يقسم المنضه مع المراه؟ ضد. العنف ضد الرجال؟ ضد. الراجل يدخل الكوزينه؟ ايه علاش لا؟ علاش لا؟ وهاد الشيء اللي ولا دابا لان خصك تعرف بلا امهر الطباخين هما الرجال، امهر الطباخين هما الرجال، كاين والله ما كيدير يعني كاين شي رجال اللي عندهم شي طياب واعر، وغير كاين تنشوه، غير كيتنشوه عليه، ماشي ضروري يدخل يوميا يلبس الطابليه، غير بحال دابا ديك الويكاند يطيب هو شي حويجه هكا من يدو كتجي زوينه، علاش لا؟ مع ولا ضد تعدد الزوجات؟ ضد. ضد. بغيتك قدام الكاميرا غنعطيك توجهي عتاب. لمن؟ العتاب الاول غيكون للرجل. ايوه. والعتاب الثاني غيكون للمراه. شنو هو العتاب اللي تبغي توجهي للرجل وعتاب توجهي للمراه قدام الكاميرا؟ نزار الكراكي الكاميرا لك. كنقول للراجل يعني خصو يبدل، الا كان سلوكه خايب مع المراه خصو يحترمها، خصو يقدرها، يعرف يشوف فيها هي الام ديالو، هي الاخت ديالو، يقدر داك المسؤوليه اللي كتقوم بها، انها كتربي لولادو، انها كتحترمو، انها يعني صينه لبيتو، كيدخل كيلقى بيتو نظيف، حوايجو مصبنين، الهيبه ديالو كتحترمها، يعني الراجل خصو يرد باله لهذه المسائل ويشوف المراه كي غتولي معاه. شنو هو العتاب اللي ممكن توجهي للمرأة؟ المرأة يا المرأة يا المرأة يا المرأة. المرأة كوني مرأة. كوني مرأة وتهلاي في راجلك. تهلا له في النظافة بعدا ديالو، لأن الراجل كيبغي النظافة بزاف، تهلا له في النظافة ديالو. تهلاي في الألفاظ كيفاش تعامليه بها.
تهلا يلو في وليداته، خرجيهم رجالات الغد، ما تقولي لهم شي كلام خايب على باهم، وخا يكون هو خايب بنتي ما تقوليهاش، وهكا راه تعيشي مزيانه. كي دايره العلاقه مع العائله لاله نزهه؟ كاين تواصل كتشوفيهم بزاف ولا؟ لا كاين تواصل، انما يعني هذا الاختراع العجيب ديال التليفون سيف ذو حدين، ما بقاش ديك سالات رهيب بزاف. لا ما بقيناش شي ما كيمشي عند شي، غير نظرا للاشغال اللي كاينه، ماشي اننا ما كنبغيوش بعضياتنا ابدا. انا بعدا من هذا المنبر كنطلب المسامحه من عائلتي، من خوتي اللي هما قلال ماشي تكثر، انني مقلف بالزياره ديالي عندهم، ولاني كيعذروني. هذا اللي كيعجبني، انني خوتي كيعذروني وكيعذروا ظروفي وكيعرفوني يعني انني ديما مشغوله، وهذا ما انا كنحبهم كنموت عليهم كنتسطع عليهم، غير الله غلب مع الدومين اللي حنا فيه والانشغالات ديال الحياه. هادشي اللي كاين. بغيت نطلب من المخرج سي مصطفى العمراني يعطينا واحد المقتطف من واحد المسرحيه اللي تألقتي فيها وقدمتي واحد الدور متميز، واحد الدور مركب كوميدي، نشوفوا منه مقتطفات ونرجعوا. هذه من المسرحيات اللي عزيزين عليا بزاف وعلى اللي عزيز على قلبي، وما شاء الله خدمنا بها بزاف. الرجل الذي كان عندي واحد الظهر مركب، شخصية زوينة بزاف، خادمة وكتشيط ليها الهضرة كتشيط ليها الهضرة ديما كيطوبيس بيس وخادمة ديما. تقدري تهضري معايا واحد شوية بهذه الشخصية هذه؟ نسولك تجاوبيني. لالا نزهه، بغيتك تعاودي ليا على شنو كديري في نهارك ملي كتفيقي في الصباح، شنو لي زاكتيفيتي اللي كديري يعني من غير الفن؟ كنفيق واو كنفطرطر. لالا نزهه في هذا البرنامج باعتبار اننا كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه، وحشومه يعني كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه وناكلوا كل هريسه. غادي ندوزوا للفقره قبل الاخيره من البرنامج، هي فقره ديال الصراحه ساده. نعم يلا. سؤال الاول، في نظرك شكون هو انجح كوبل كوميدي في هادو اللي دازوا؟ خديجة أسد سعد الله، دنيا بوتازوت وحسن الفد، ولا نزهر الركراكي ومحمد الجم؟ شكون أحسن كوبل كوميدي في نظرك؟ هو أنا ما يمكنليش نقول نزهر الركراكي ومحمد الجم، غادي نقول دنيا بوتازوت وحسن الفد. أشنو هو أفشل عمل قدمتيه في مسارك الفني؟ ما كاينش، ما كندير الحاجه حتى كنكون مقتنعه بها وبخطوات ثابته، ما كنظنش، ما عنديش كاع. شنو هي اكثر حاجه ما كتعجبكش في راسك؟ انني كنتعصب بسرعه وعاد وليت كتنفعلي. كنفعل بسرعه. بصراحه شنو هي الاغنيه ديال الفنان البشير عبدو اللي ما كتعجبكش؟ كاع
كيعجبوني كلهم، كلهم كيعجبوني يعني من وحده وحده غير بلاتي حتى دابا اخر اغنيه ديالو اخر اللي اخر ما دار ما وكيش جل دابا عنده شي اغاني جداد قلبي بغى يسامح كيعجبوني كلهم لان كل وحده عندها صبغه بحال الوريضات. شنو هي الحاجه اللي تقدر تخلي زهر الكراكي تعتزل بصفه نهائيه الميدان الفني؟ اش غادي نقول لك، انا عمري ما ناويه نعتزل لان هذا لان كنحب هذه المهنه واخا يكون واخا كما كانت الظروف، ولاني لا قدر الله الا خياب الميدان الا زعما صافي ما بقى كاع ما فيه كاع ما بقى هذا الواحد غيجلس وراه هو عايش. لالا نزهة غادي ندوزو لاخر فقره في البرنامج، هي فقره ديال التحدي، نخليك تعرفي على التحدي ديالك حالا. زهر الكراكي، التحدي اللي عندك اليوم هو اختبار في لعبه البازل، داكشي علاش خاصك تعاودي الترتيب ديال هاد القطع المتبعثره اللي كتخفي الوجه ديال جوج شخصيات عزيزين عليك. الى ساليتيهم في جوج ديال الدقائق غادي نقولوا ليك انت معلم. معلم زهر الكراكي، فقره ديال التحدي. لالا نزهة، التحدي ديالك سهل، قلبتي لي على خدمه وصافي. التحدي ديالك هو عندك جوج ديال لي بوزل، وهاد لي بوزل فيهم الصور ديال سعد المجرد والبشير عبدو، وانت في ظرف ديال جوج دقائق خصكي تجمعي الصوره باش تكمل. في الاخر خصنا الصوره ديال سعد تكون كامله والصوره ديال البشير عبدو. متفقين؟ الله تصفيقات على زهر الكراكي. دعيو معايا. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم منك نتعلم، انت معلم. برافو عليك. دابا خدت لك الصوره ديال بشير عبدو. بشير عبدو، البشير عبدو. بارك الله عليك لالا نزهة، الله يبارك فيك. برافو عليك، فيك. شكرا لك، شكرا اللي حضرتي معنا في هذه الحلقه هذه، وكان لنا الشرف انك تكوني من بين الفنانات اللي جاوا لهذا البلاطو هذا وفي الاحتفال باليوم العالمي للمراه. قبل ما تمشي حتى انت ما نسيناكش، وعندنا لك واحد الهديه بمناسبه ديال هذا اليوم هذا، هو واحد الطابلو من ديال واحد الفنان التشكيلي طبعا عصام بوحيان، اهداء لك. جاك. تبارك الله عليه، ما شاء الله عليه، كنشكرو بزاف. في الحقيقة عندنا فنانين يعني في هذا الظرف وجيز وقصير وقدر يرسم هذه الصورة، ما شاء الله عليه. حتى أنا بدوري كنشكرك رشيد، وكنشكر القناة الثانية، كنشكر هذا الجمهور الزوين، كنشكر تدخلات الميكرو ديال التروتوار، كنشكرهم بزاف. كنشكر التقنيين اللي تعبوا معنا، كنشكر اللي لبستني سهام إحسان على هذه اللبسة المحترمة واللبسة التقليدية اللي كنفتخروا بها في المغرب كله. كنشكر الدوزام من كبيرها حتى لصغيرها. شكرا لك. شكرا لك، تبارك الله عليكم. باي باي. We'll be right back.
Thank you.